شيع ابناء مديرية قفل شمر أو قفل شمر بمحافظة حجة جثمان الشهيد عبد الرحمن حسن بكيل الذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن ودحر العدوان ومرتزقته في جبهة ميدي. وأكد المشيعون الاستعداد لمد الجبهات بالرجال والمال والسير على درب النضال الذي جعل من الشهداء قدوة في الوفاء للوطن وعزته وكرامته. إن شاء الله نحن على دربه ونضاله وسوف نجاهد بأموالنا وأنفسنا فداء لهذا الوطن. شهداؤنا هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن إنما يعبرون تعبيرا كبيرا عن حبهم وفدائهم للوطن وتضحيتهم بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطن الحبيب.